طيب جيبي امك وتعي. معقول كل يومين بتضيعها؟ شو؟ انا بيجي بعد بكره باخدك. اليوم اللي بعده؟ لا بتطول كتير هيك ليمان. ماشي فريد. فريد اجا كانه في شيء، بحكي معك بعدين. شو صاير ابني؟ شو هي الحاله؟ عائشه ما رضيت تجي معي، قالت لي روح، قالت نحن ما مننفع لبعضنا. فريد شو عم تقول؟ ما فهمت عليك شيء. تعال نقعد شوي واحكي لي مثل الخلق. تعال. لا تحسي حالك مزنبة، انت عم تدوبي من جوا وهو بيروح بيلاقي وحده تانية يومين يومين وبينساكي. مين انت بقى؟ انت قديش صار لك بتعرف فريد حتى تحكي عليه هيك؟ شو بتعرف انت؟ قول. مفكرتي انه رح يتوجع كتير ايام وشهور؟ مفكره رح يتعذب اكتر؟ ها؟ يمكن انت يلي بدك اياه يتعذب. بس بدي فريد يكون مبسوط كتير، بدي يضحك وش فريد وبس. من الاخر انا بحبه لفريد. طالما بتحبي فريد لهي الدرجه، لكن ليش انفصلتي عنه عائشه؟ ها؟ لكن ليش تركتي للزلمه؟ شو دخلها؟ شو دخلها؟ باي حق جاي تتدخل بخصوصياتي انت؟ اه اطلع لبرا، اطلع، يلا اطلع، قلت لك اطلع اطلع. عائشه شوف سكرت بوشي والله. ليش احفاد هذا الختيار مدللين لهي الدرجه وهي مدلله وعصبيه؟ قالت لي روح وهي عينها بعيني. تخيل، قالت لي ما بدي اياك، دعستني ومشيت. يا اخي كنت امسكها من ايدها ابني، ها؟ كنت امسكها وجيبها وقلها تعالي معي. يعني مفكر انه ما قلت لها؟ عملت شغلات ما عملتها بكل حياتي، وقلت لها انا ما بسمح لك تضلي هون. شو قالت؟ قال مين طلب منك اذن اصلا؟ سمعت؟ ابني ما بتتحمل، مو بهالسهوله، لا يمرق وقت، تتوجع عن جد وما بتقدر تستغني عنك. يمكن هي ما بتقدر تستغني، بس فيها الأزعر اللي عم بلف حواليها، هداك اللي اسمه ميرزا، هذا بقيان بالمزرعة معه، ما عجبني من أول مرة شفته فيها، بتحسه إنه مو متوازن بنوب. خلص بقى. شوف عائشة ما بتعطي وش لهذا الأزعر، بس أنت لا تترك لحالها، روح، هلعتك؟ رجع روح، روح مرة تانية، والله عم بحكي جد، شوف مشان تعرف إنه ما لها حبيب غيرك، روح نام قدام بابا. شو هالنصيحة الحلوة اللي عم تنصحها لأخوك؟ يروح وينام على باب هديك البنت مو هيك؟ أمي شو عم تسمعي علينا؟ أنا ما ربيت ولادي أحسن ترباية ليروحوا يركعوا تحت رجلين العالم والناس، معقول قديش أنتو ما عندكم كرامة؟ اللي عم بتقولي عنها هديك البنت كانت مرتي، نحن عم نحكي عن عائشة ماما. عائشة راحت هلأ، راحت بكل إرادتها، هي أصرت تمشي، وأنت تطلع لقدام بقى، رجع لطبيعتك. يا أمي أنا من غير شي واصل معي لراس مناخيري، واقع بمصيبة، مو ناقصني هذا الحكي هلأ، مو وقته أبداً. ليك ابني فهمانتك منيح، أنت حبيتها، أكيد حبيتها وحطيتها بعيونك، بس هي ما عرفت قيمتها، لا ما عرفتها. لنقول أنا سيئة، كمان أنت سيء؟ اللي صار يعني أنا سيء؟ هيك معناتها ماما. شوفي بقى ابنك اللي شايفتيه قد الدنيا ومو مصدقة، ما حدا عم بيحبه ولا حدا عم بيضل معه. البنت اللي لقيتها مناسبة راحت وخانتني مع أقرب صديق إلي، صح؟ وهي البنت اللي حبيتها كمان تركتني وراحت هي التانية، شو يعني هالحكي؟ مو معناته إنه أنت مو منيح، شي وراح خلصنا. هي البنت ما كان إلها حدا، لا أم ولا أب ولا أخ، وما عندها مسؤولية تجاه حدا، مفكر وجودك معها رح يغيرها؟ لا عاد تركض وراها، انساها بقى. فريد فريد آخ منك يا أمي. تعالي تعالي، الزلمة مثل شحنة فلتان فرامة هلأ، بتوقفي بوشه؟ ليش هيك؟ لا توقفي، انت عم تحاولي تعملي شي بس كل شي مقدر، وما حتقدري تغيري شي بنوب، رح تزعلي وتكتمي بقلبك. فريد شو هالحالة اللي انت فيها؟ شو في؟ كيف بدك يعني يكون؟ عائشة رمت حبنا بدون ما ترفل العين حتى، راحت بدون ما تطلع وراها. ايه بعرف، عندي علم.
عائشة قالت إنها بدها ترجع لحياتها السابقة باسطنبول، ما قدرت حاكيها، دقيت لها ما ردت. اسطنبول شو، حياة شو يا مرت عمي؟ هي هلأ عن جدة اللي كانت ما تتعرف عليه؟ لا، هي مو باسطنبول، هي بأضنة، راحت على مزرعة جدة اللي بأضنة. ايه؟